السلام عليكم. اليوم نروح لولاية خنشلة لنقف على آخر الأشغال وآخر لمسات نتاع المشروع نتاع محطة القطار نتاع مدينة خنشلة، في يعني الخط الرابط بين خنشلة وعين بيضاء بولاية أم بواقي. إذا نخليكم تابعوا الفيديو حول مشروع المحطة الجديدة نتاع مدينة خنشلة. السلام عليكم. Allora, vieni in posizione di questo.